بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي حائط كبير عايز اقسمه لاجزاء، بعمل سيلكت على الحائط دوت، تمام، واجي هنا اقول له كرييت بارت، ومن خلال كده ابدا اقسمه زي ما شفنا في فيديوهات قبل كده. طيب لو انا عندي بارت بقول له عايز الغي منه حاجه او اضيف له حاجه او حاجه زي كده، بقول له اديت ديفيجن، وببدا اتحكم فيه ان انا ممكن اقص جزء معين. اقول له انا عايز مثلا اديت سكتش، وببدا اطرح منه اجزاء. ممكن على سبيل المثال مثلا عايز اطرح جزء معين، ما ينفعش ان انا اقول له من اول هنا لهنا واسكت، لا، لازم اطلع حته صغيره كمان بحيث ان هو يقطع معايا بالشكل دوت. تمام، هقول له اوكي، الاقي ان هو خلى ده جزء وده جزء اهو بالشكل دوت. تقدر تتحكم هنا وتتحكم هنا. ممكن برضه اقول له edit division واقول له add، ولو انا عندي اي جزء بارت جنبيه اضيفه ليه بحيث يبقى هما الاتنين جزء واحد. طيب خلينا نروح لل 3D، وهقول له انا عايز ارسم وول. اقول له ارسمه لي بالتفاصيل، خلي الحاجه فاين. اجي هنا اتاكد ان هو بارتات، ان هو قصدي في كذا لير، تمام. طيب ممكن اجي هنا بعد كده اقول له اعملهم لي ليرات، اقول له اعمل لهم لي بارت، تمام. فهو كده قسمهم لي لبارتات. لما تيجي تبص كده هتلاقي ده جزء لوحده وده جزء لوحده، تقدر تعمل عليه سيلكت، تمام. طيب عايز ابدا اغير فيه، اقول له شو شيب هاندلز، تمام، بحيث ان هو بيوريني الاجزاء فاقدر احركه بالشكل دوت. يبقى ده جزء معين بمقاس معين، والجزء ده برضه اقدر اقول له شو شيب هاندلز بحيث ان انا اقدر اتحكم فيه بالشكل دوت.